لدينا التزامات بملياري جرعة، فإن هناك بعض التحديات التي تواجه عمل مرفق كوفاكس. بعضها يتعلق بالكمية المتاحة من اللقاحات، والبعض الآخر يتعلق بدرجة توافر القدرات التقنية اللازمة للتعامل مع اللقاحات في بعض البلدان. ولا ننسى الصعوبات المتعلقة بالأوضاع الأمنية الناجمة عن الصراعات في بلدان الصراع، حيث نتوقع صعوبات في الوصول باللقاحات وتوافرها لبعض المناطق. هناك بلدان هما فلسطين والسودان من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح فايزر عن طريق كوفاكس في المرحلة الأولى خلال الأسابيع القادمة بإذن الله. لا بد من التوسع في مراكز تصنيع اللقاحات في مختلف الأقاليم، وتقوية البلدان التي لديها بنية أساسية ملائمة بحيث تتمكن من الإسهام في الإنتاج، بحيث يزيد المعروض من اللقاحات ليغطي احتياجات الفئات ذات الأولوية في البداية وعلى النطاق السكاني فيما بعد.